في إطار الحرص على تخفيف عن أولياء الأمور عبر توفير كافة الاحتياجات للطلاب المدارس في مكان واحد شامل وجامع، تتواصل فعاليات معرض أهلا مدارس لتقديم خدماته للمواطنين، ويأتي تحت شعار افرح وفرح ولادك. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض أهلا مدارس مراسل التلفزيون المصري إلى هناك كريم بيبرس. كريم، ما هي المعروضات التي تتوافر في هذا المعرض ومدى مناسبتها لدخول المواطن البسيط؟ تحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل معرض أهلا مدارس هنا في مدينة نصر في أرض المعارض يستقبل المواطنين في حقيقة الأمر من جميع الفئات. هناك تخفيضات في هذا المكان تبدأ من 30% وتصل إلى 50%. هذا المعرض كما ذكرتم هو بالفعل معرض شامل وجامع، وهي فرصة جيدة جدا للمواطنين ليشتروا مستلزماتهم المدرسية بشكل عام من مكان واحد لتسهيل عليهم بدلا من مشقة البحث في أماكن مختلفة بشكل عام. هذا المعرض يوفر جميع المستلزمات المدرسية بداية من الأقلام، الرصاص والجاف والكراسات والكتب بشكل عام الخارجية، وحتى الشنط المدرسية والملابس المدرسية بكل أنواعها متواجدة داخل هذا المعرض، بجانب بالطبع وجود بعض الشركات للمواد الغذائية المختلفة وأيضا كل ما يحتاجه الطالب بشكل عام سواء كان ذكر أو أنثى، كل ما يحتاجه بشكل عام متواجد داخل المعرض. هذا المعرض خلال لقائي في حقيقة الأمر أيضا مع المواطنين أشادوا بوجود هذه المنتجات كاملة، وجود كل المنتجات بشكل عام، وأشادوا أيضا بالأسعار التنافسية بأنها تختلف عن الأسعار خارج المعرض، وأيضا هناك من طالب بوجود مثل هذا المعرض في محافظات أخرى وفي توقيتات أخرى بشكل عام. بالطبع يكون هذا المعرض دائما قبل موسم المدارس بشكل عام، ولكنهم طالبوا بوجوده في محافظات وأماكن مختلفة بشكل عام لأنه ييسر عليهم كما ذكرتم عدم مشقة البحث في أماكن مختلفة، وأيضا يوفر عليهم بشكل عام في الأسعار الخاصة بالمستلزمات الدراسية. يفتح المعرض أبوابه من الساعة 11 صباحا وحتى 10 مساء يوميا حتى 9 من الشهر الجاري، وأيضا هناك مواصلات يعني في أماكن مختلفة تسهيلا أيضا على المواطنين للوصول للمعرض من الميادين الرئيسية. هذا المعرض بالطبع دخول المعرض بالمجان للمواطنين، وأيضا يعد فرصة لتوطين الصناعة بشكل عام لأن لافتات بكل فخر صنع في مصر متواجدة في جميع أرجاء المعرض بشكل عام، وأيضا هو فرصة للمستوردين أيضا لوجود المنتجات المستوردة والمنتجات محلية الصنع داخل المعرض، ويعد فرصة لتنوع المنتجات للمواطنين بشكل عام. نعم، وكما ذكرت يستمر إلى 9 من سبتمبر. كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من معرض أهلا مدارس كنت معنا، شكرا جزيلا لك.